ما أهين طبعاً سنة إن ترك جلسية طبعاً سنة ما إحنا لبعضهم سنة حتى هيشيس لله قادو وعندي كره وبسوط ده هذا وابو يسور رأكتي ما هي المناسبة كوي يعني دولة تركيا جنا دولة العامين كره ويتهاي شلي أو أهيد مالين أربعة تاريخ من كوب بجنات كوبي لبعضهم ك بيشة فبراير سنة ده لبعضه كون أفر يلبعضهم ك واحد دولة الصومالية أي هيشيس لقى شيء دولة تركيا kaasi oo la isaga kaashanayo arimaha difaaca badda Soomaaliya iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka hadaba heshiisadii wuxuu ka bedeli karaa heshiisyadii hore waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ka jawaabaya su'aashan run ahaantii dawladdu maadaama ay awoodooda xaddidan tahay way ku qasban tahay inay gacan galba oo wuxuu goon kartaa inay raadiso arrinkaas uu aad ugu baahnaa in maaragtay la raadiyo dad difaaci kara badeena xaalada rayadana wax qaban kara marka aniga waa aragtay soo dhaweynayo waa aragtay aad ila qurux badan waxaan dhigi kara waba soo daahday waba way soo raagtay taas dawladda turkiga iyo dawladda buu wax noo difaaci kartaa way ila raadiya saasana iskaashiga soo la fiican yahay kulli madaxdeena waxa noo soo gaamisa anaga waa ku qanacsanahay shacabka kana Soomaa waxa deena la gudboonaa anaga mar raa warka keenay laakiin waa inaa la gudboontaa waxa madaxdeena la gudboon seenbir anaga waa la gudboontaa seenbir aadeeda waa gudbinyaa gudbinyaa aan asay wal jarmahayna لكن كان شيء كان يصير جرو صعدوا أو مجال يس ليش ديروا هو؟ هاي تركيا دولة قوية وهاي دولة أبود له وإلها أبود له فاهم إزاي؟ لكن إثيوبيا وحي هاي سمالة أنا قبل وأنا قبل استعمل سنتا بركة دولة تركيا هري نصو تاجرتي ودن كانوا لو جيدين أي دتك عالم كي تستي بركة تركيا إن وحلا لقبته أسيجنا دولة مدحوينة أردوغان ودول من مسلمة أولياء كعب سناي فميسا وأكو تاجر سناي أردوغان دولة مدحوينة حسن الشيخ محمود هذا الشيء زي وذا قارن هذا هو تاجر سناي هذا وحوى هذا الشيء تاريخ أيوها وحنيلا ماشي لغرب يقيم وحيابا يوشي مدحوين حتى شغل قارن أي كمل تاعي الله وافجيه heshiisya horena ma maqnaan jirin oo difaac wasiir lag xeebaha la difaaco oo kheyraadka la soo kiyo goor iyo waha meel munaasab ku yimid dawladda turkiga dawladda la aamin kara way tahay oo abaartii waa ogeydeen xilli caaga ama maqalada 2010 kii abaartii ahayd dadkii noo soo gurmada ayaa ahaayeen waxaan kala xusuusanahay xilligii yiri Soomaali dhigi jiray maxaa agabaarkii 90 iyo 3 culimada Soomaaliyeed xilligaas joogeen waxay ciidamada Mareykanka ee maadaama ay ku cusudeen in taraska ciidamada Yunus Soomaali jiray oo Turki noqdo Turkiga guutada Turkiga waa taliyaha ciidamada Yunus Soomaali marka waa meeshii la rabay ay ka timid waan guu Soomaali soo yeeshay garan maxay xal shaqo guushii taagan tahay waa heshiis aad iyo aad wax noo anfacaya waxna nooga qabanay maadaama dalkaanagu 30 iyo dhowr sano oo dawladdu ay burbursaneed ciidamaduna ay soo dhismayeen قوات نجا حوك بدن الصومالي أكل ميدا المسلمين أو نودي فعلا دنا هنا أيوة نقطة تركو آدي آدي يعني حوينا الصومالي وهم بليننا وسيرة صحيحان وهم بلينا يا برلمان كان صحيحان أنا وهم بلينا يا دولة آن هشيس آن هاي وعدو النقطة قا أو سبعة سبعة تقالات ندح مرين أو إتوب بيلا يرا أو قارا أو مدة نقطة مسلم كحصو قضي أي دل كان كدفاعية نمك الناس صحيحنا بقول كيف بقول أيام دعيننا جزء جزء عدو في عنو أي وقت في عنو وكل سؤالي ما دام الرسول مالي كلا داسنا شديدة هي دولة ذي القوة لهين إن لو قع طول لو قف إيديستو أو جانس لقد إحراديو أو يتوب هي دولة كلا قرصون أي بد الصومالي أول نقرن جرين حتى نوصل جستن بين إذا نوضقاتن مدعوينه لوب في عنو قلي وأنا كقول استي وحنا لنا نسيوت هل كليه خلط كجرا خلط كصحوية هاي الدنيا ده تطور زائد هي كارتي ما أهين طبعا سنة إن ترك جلسيه تاريخ ده أو إسلام كوحيد جيسا أترك الأتراك ما تركوه أترك الحبشة ما تركوه إثيوبيا كم إيش هي دجان كم تجان تركيا وعلمت ما إيش هي دجان كم تجان إن كستوم من الحوينو وح أنا جانا قلنا كبد إنه وجي إنه وجي علم بدنيا هوش أسوق أوضه هذانا وح الله بعناي الدنيا ده مدام حوله قصة عطاء عفرصن إن أجريم اللي قلنا قالوا كبعدنا اللي جديد يو هذا نوح عن كله تلين أنا مدام الدبلوماسي صدنا صنع عن سوءها وعن كله تلين أنا مدحوينا وهو ده عنو مرسينا هنا إذا عدا إنه أجريم أو قلا يا خبراء خاصة أو أصلا ما يستو
او اسiga khiyaanin oo wadanka khiyaanin oo asiga u kalmaanina kaalmeynaayo oo asigana aan jilaafeynin wax badan oo ka bedeli kara Soomaaliya waxa u baahan tahay garab istaag lagu garab istaago difaaciyada badda ee dawladda aan ka helnay difaacaasna waa dawladda Turkiga ee noo soo damqatay ku dadaalaysa in baddeena la difaaco marka soo dhaweynina hadaan shacabka Soomaaliyeedna heshiis ee waa soo dhaweynaya talaabo hore uu qaaday iyo xad dawladda ee uu ka madaxda ka yahay xasiis iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee talaabo hore loo qaaday iyo arrintaasna waa arrin ku deysho mudan dalka haadaan buu ka dhacay way badbaadiyay shalay maalin taariikhiga iyo shacabka Soomaaliyeed ku yimid waana soo dhaweynina talaabo hore loo qaado waay dalkana badbaadintiisa ku jirta ee heshiiskani waa heshiis muhiim ah marka loo eego awoodiisa iyo xilliga uu yimaaday iyo haddana oo baahi badan u qabna in nalaga taageero xagga dhanka iyo badda maadaama baddeedana ay dhibaato badan iyo isku qabqabsi badan iyo Ethiopia arrimaheeda hadda taagan yihiin ay jirto Turkigana waxaan aragnaa walaal iyo saaxiib waa dal xilli adag oo Soomaaliya garab u baahnay garab istaagay ilaa hadda ciidamadeena taageera waxaan arkaa xaliif ay Soomaaliya muhiim u tahay in ay ilaalsato saxna ay tahay in la heshiiyo maadaama anay hadda aan awood u lahayn in aan baddayada ku fargareyno oo aan ur difaacno oo ilaalsano in dal awood leh oo saaxiib oo muslima oo anagana wanaagayaga raba in aan benefitka badaha ay ku jiraan isla wadaagna waa wax aad u wanaagsan madaxweynaha iyo wasiirka difaaca gashaandhigana aad baan ugu hambalyeynayaa heshiiska Soomaaliya oo heshiis taageersanahay waxaana aad u taageersanahay inuu garab guuxna siiyo madaxweynaha Islaamka ah Recep Tayyip Erdogan in oo 10 sano maahane 20 sano hadda heshiis lala qaado oo badeena oo noo difaaco kan cadow hadana haysto badeena nolosha sheeganaayo in meel nalka saaro badeena aad noola difaaco aadna difaacno diyaar awna waxaanu ku taageersanahay madaxweynaha Islaamka in oo garab buuxna siiyo mar waliba muslim waay madaxweynaha Islaamku waay waxaanu ku taageersanahay in 10 sano maane 20 sano la siiyo heshiiska Bashir Cali Nadir wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet